بالقضاء والقدر، الرضا بالقضاء والقدر. واحد من الصالحين ماشي في الطريق، اجى واحد اعطاه، ماشي في الطريق هو ماشي، اجى واحد طبعه كف دم هربان، قال الحمد لله الحمد لله. بعد شوي واحد ماشي في الطريق عنده عطاه رغيف خبز، الحمد لله. سأل واحد قال له من لك هالرغيف؟ قال له من اللي ضربني الكف. من لك هالرغيف؟ قال له من اللي ضربني الكف. اللي ضرب الكف مين؟ من الله. يلا عطى رغيف الله. ما في حدا في الموجود. الفعال واحد، لما بيكون فعال واحد ترتاح. واحد تعدى عليك، مين سخره؟ الإنسان المؤمن بين عسلين، بين محب وبين عدو. اكتبوا علي على الناس، الله يسلط عليك العدو. ليش سلط عليك العدو؟ لأن العدو عامل ذنوب. تنكته ما تعبت، إذا تسلط عليك تتعبى التنكة تبعه، الله بينتقم منه. الظالم سوط الله في الأرض ينتقم به ثم ينتقم منه. الظالم سوط الله، مو صوت السلطان أو صوت، سوط الله في الأرض ينتقم به. تعبت تنكتو فضول يعني. ثم ينتقم منه. إذا سلطه عليك ليغفر لك الذنوب التي ارتكبتها. تسليط عليك عشان يمحي لك خطاياك تنضف منها، وهذاك انتقم منه. وسخر فلان ليحسن إليك، هذا جايب هدية. ليش جاب لك هذه الهدية؟ قال لأنه أكرم أهل الله فيغفر الله له، حتى الله يغفر له. حبك بحب إليك، الله عز وجل غفر له ورفع درجته. فإذا الموضوع كله كمال، إما ليغفر لك وإما ليغفر له. في نقص في الموضوع؟ جل جلاله. إذا خليكم كيف ابن الإنسان، ليش لحتى يعمل الهم والغم ويتم دائما الهم بيصف أمره؟ يفعل ما يشاء. من لك هالرغيف؟ من يضربني الكف؟ فعال واحد. والله هي يا أحبابي يلي الله بيدوه ياها كيف بالحياة، ما بيتأثر مش